بسم الله الرحمن الرحيم. كل الترحيب بالسيد رئيس حكومة إقليم كردستان الأخ العزيز أستاذ مسرور البرزاني والوفد المرافق له في زيارته إلى بغداد لرعاية والإشراف على توقيع المحضر المؤقت لاتفاق وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية من أجل استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان ومن كركوك. كان هناك تفاوض طيلة الأيام الماضية إثر قرار محكمة التحكيم الدولية، وعلى هذا الأساس توقف تصدير النفط. بالتأكيد إيقاف تصدير النفط يسبب ضرر بالغ في مجمل إيرادات النفط للعراق. لا يقع الضرر فقط على الإقليم وإنما على مجمل إيرادات النفط المثبتة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة وفق ما أقره مجلس الوزراء، وهذا بالتأكيد سوف يلقي بظلاله على مستوى أو نسبة العجز التي سترتفع بشكل كبير. لذلك كان لابد من الاتفاق والوصول إلى هذا التفاهم والبدء بتنفيذه، حيث يقع على عاتق الجهات الفنية المباشرة فورا بتنفيذ الاتفاق وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر. هذا الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثناها منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها إلى حلول، مواجهة هذه الاستحقاقات بروح مهنية تنبع من المصلحة العامة لكل أبناء الشعب العراقي سواء كان في إقليم كردستان أو باقي المحافظات. هذا ما تم ترجمته في مشروع قانون الموازنة، والذي نأمل من السيدات والسادة في مجلس النواب الموقر من المضي بتشريعه في أسرع وقت ليكون مظلة لكل الملف بتفاصيله المتشعبة. بالتأكيد ينتظرنا استحقاق وهو تشريع قانون النفط والغاز، والذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي. نثمن جهود الفريقين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على ما تم إجراءه من مفاوضات مهنية ومسؤولة، ونأمل منهم خيرا في المباشرة فورا بتنفيذ الاتفاق. بنامی خواهی گبر مهربان زور زور سپاس جنابی سروک وزیران سپاسی ام پیشواز گرمی جناب وزراء و نشکرکم على هذا الترحیب الحار بالوافد و نشکرکم جد کثیرا دیگمان ام رکوتنی کی گرنگ بو همو خلق عراق و ملیر و حلوی بالتأكيد هذا الاتفاق اتفاقية مهمة لجميع الشعب العراقي، وهنا أود أن أشكركم ونهنئ الشعب الكردي والكردستاني والعراقي بأنه هذا الاتفاق ستكون أساسا للموازنة وحتى قانون النفط والغاز، لأنه يتم تنفيذه بشكل مضبوط. بالتأكيد إيقاف تصدير النفط كردستان ليس مضرا بالكردستان وإنما بجميع الشعب العراقي، وإعادة تصدير النفط في إقليم كردستان ستكون بأنه سنكون جميعنا نستفاد من إعادة الإصدار، وأنا
أود أطمئنكم بأنه نيتنا بأنه أن نتفق على اتفاق شامل وجيد بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم بدون أن نترك أي جانب من حقوقنا الدستورية، وإنما أنه لتمتين العلاقة بين الإقليم والحكومة الفيدرالية. وهنا أود أن أشكر السيد رئيس البارزاني بثقته ودعمه لنا، وأود أشكر السيد رئيس الإقليم في مساعدته ودعمه في هذا العملية، وكل الذين لعبوا دورا إيجابيا في نجاح هذه العملية. وأشكر الوفد الحكومة الاتحادية بدعمهم للوصول إلى اتفاق، ونشكر وفد الإقليم أيضا بأنه في هذه الفترة عملوا بشكل مكثف على إنجاح هذه المفاوضات بأنه يكون خير لجميع الشعب العراقي. ومرة أخرى أود أن أشكر دولة رئيس الوزراء بأنه فعلا بأنه يعمل كرئيس وزراء لجميع العراق، وهو أخذ بعين الاعتبار مصالح شعب إقليم كردستان، وبإشرافه تم هذا الاتفاق، وأنا أؤكد بأنه سيكون جيدا لكل العراق. شكرا جزيلا. نأخذ سؤالين من وسائل الإعلام اللي جت من إقليم كردستان. تفضل. سنگر عبد الرحمن الرودا پرسیارکم بو جنابی سرو گوزیرانی هریمی کردستان ام رکوتنی ام رو کاتی تاو کو یاسای نوتو غاز لعراق دردشه یان بله هل تعتقد أن هذا الاتفاق اتفاقية مؤقتة، وإنما أسس الاتفاق هو للموازنة وستكون منعكسة في قانون الموازنة، وإن تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل مضبوط سيكون أساسا لأن نستفاد منها في إعادة صياغة قانون النفط والغاز العراقية الإخبارية؟ سيد الرئيس، هل سيعجل هذا الاتفاق من التفاهمات داخل مجلس النواب ويسرع بالمجمل موضوعة إنجاز الموازنة؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل أن ممكن تعيد الشق الأول؟ سيدي، هل سيعجل هذا الاتفاق من التفاهمات داخل مجلس النواب ويسرع بالنتيجة من موضوعة إقرار الموازنة؟ الشق الثاني، هل أن توقف التصدير من الإقليم ساهم بشكل أو بآخر في رفع نسبة العجز داخل الموازنة؟ شكرا جزيلا سيد الرئيس. بالتأكيد هذا الاتفاق سوف يمهد لإمرار قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص، وضعت أيضا حصيلة حوار جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، عالجت كل القضايا بما فيها ملف النفط والغاز. أنا مثل ما ذكرت في بداية حديثي، هناك ملفات عالقة منذ سنوات، عقود مبرمة منذ سنوات. الآن أمامنا واقع جديد، فيه إرادة سياسية، في اتفاق سياسي، في مصلحة لكل العراقيين أن نمضي ونعالج هذه الملفات وفق روح الدستور والمصلحة العامة. أي تأخير في التصدير سوف يؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023، والتي صممنا عليها الإنفاقات وموازنة التشغيلية والاستثمارية، وبالتالي سوف ترتفع نسبة العجز، وهذا في ضرر بالغ لكل العراقيين. المباشرة بتنفيذ هذا الاتفاق سوف تقلل من هذه المخاوف إن شاء الله. دولة الرئيس نورس عبد الله من قناة كردستان 24، ما هي الضمانات المتاحة لتنفيذ هذه الاتفاقية بشكلها الحالي؟ نعم. شكرا. نعم. هذا الاتفاق جاء حصيلة حوار ونقاش استمر لأيام، وبروح مهنية وبرغبة صادقة لإيجاد حل لمشكلة الكل متضرر منها، الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. هذه ثروة للشعب، علينا أن نزيل كل المعوقات حتى نستأنف التصدير ونأخذ إيرادات للخزينة العامة ونغطي احتياجاتنا وفق ما مرسوم لها في قانون الموازنة.
وبالتالي على الكل الالتزام بهذا الاتفاق وتنفيذه، وهو من خلال عنوانه اتفاق مؤقت لحين الوصول إلى قانون الموازنة الذي يأخذ صفة التشريع كقانون نافذ يغطي كل الالتزامات ويعالج كل المشاكل في هذا الملف. السلام عليكم دولة الرئيس. الشعب الكردي في إقليم كردستان فرحين بقرار الحكومة العراقية والمحكمة الدولية في فرنسا وتركيا بالتعليق وبتصدير نفط إقليم كردستان عن طريق سومو، وكذلك تأيد ورحب السيد بافلت جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني لهذه القرار. سؤالي، هل ستكون هناك مراقبة ومتابعة من قبل حكومة الإقليم من حكومة الاتحادية لواردات بيع النفط من أجل ضمان توزيعها بشكل عادل على محافظات إقليم كردستان؟ القانون الموازنة واضح في مواده ونصوصه التي وضعت والتي تعالج كل المشاكل في ملف العلاقة بين حكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. مثل ما ذكرت هناك اتفاق سياسي وصوت عليه مجلس النواب، ووضعنا ضمن إطار هذا الاتفاق السياسي النصوص التي تعالج هذه المشاكل في قانون الموازنة. تصويت مجلس النواب إن شاء الله على القانون سوف ينظم العلاقة بما يضمن التوزيع العادل للثروة على كل المواطنين سواء كان في داخل الإقليم أو في باقي المحافظات. ضمن النصوص هناك لجان وآليات مشتركة للمراجعة ومتابعة أي خلل قد يحصل أثناء التنفيذ. سؤال أخير هذا، تفضل. من سامان ستارم لا كردستان تي في بساركم بو برز مسرور بارزاني سروش حكومة هرمي كردستان. سؤال للسيد مسرور بارزاني. كثير من الأوقات تم الاتفاق ولا يتم تنفيذه، وهناك عتب بأنه لا يتم تنفيذ الدستور، وأنتم كيف متفائلين بأنه هذه المرة ستتم التنفيذ وأن يتم حل هذه المشاكل؟ أشكركم كثيرا. هذه المرة أنا واثق بأنه بوجود دولة رئيس الوزراء بأنه هذه الاتفاقية ستتم تنفيذه كما هي، ومتأكد بأن الفرق المكلفة بمعالجة هذه الأمور الفنية لتنفيذ هذا الاتفاق سيعجلون في إكمال هذه العملية بأنه جميع العراقيين بما فيهم إقليم كردستان أن لا يتضررون من هذا، ووجود دولتكم وبقية الأطراف بأنه نبين وأن يكون جارنتي في تنفيذ هذه الاتفاقية كما هو، وأنا متأكد بأن هذا سيكون بداية أحسن أفضل بداية لهذه المساعدات والعمل المشترك كما أشار إليه دولة الرئيس بأن لا نشير إلى مشاكل وإنما فرص المستقبلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وأن نستخدم هذا كنقطة بداية في التعاون المشترك بما فيه مصلحة الجميع وكل العراق، وإن شاء الله سيكون النصر لكل العراق. شكرا جزيلا.